حبينا نحن نكرم الأمة السورية بعد الظروف اللي مرقت فيها، وحابين كمان نكرم الوجوه الفنية من الفنانات القديرات والوجوه الإعلامية، وحابين كمان نكرم الأم يلي أنا بشوفها المرأة القيادية. تكريم لكل حدا تعب وبده يتعب وبده يشتغل له البلد الحلوة اللي هي سوريا، سوريا الياسمين، سوريا دمشق. نحن اليوم اخترنا التكريم لقامات تعبت لتضحك العالم، لتبسط العالم، لتسعد العالم على الشاشات الفضائيات بالكامل وعلى حتى القنوات الأرضية بسوريا، واخترنا أغاني تليق فيهم، تصنعت لهم، مو لصيغة تنباع قد ما هي صيغة أنه تنسمع وتخص الأم بالذكر. هذا التكريم أنا بعتز فيه لأنه إجا من شخص أو شركة أو مجموعة شباب بحبوا هالبلد، يعني يعملوا هذا التكريم للفنانين ولبعض الأشخاص بأنه لسه سوريا بخير. فأنا هذا الشيء بيسعدني جدا أني أنا أكون معهم، لأنه بعرف أنه هذا الحب من قلبهم مو لأي شيء تاني يعني. وبتمنى بأنه كل إنسان بيقدر يفتح مجال لأنه سوريا تطلع مثل أول وأكثر بكثير من أول، وتنجح وتكون عبرة لكل بلاد العرب أنه نحن بعدنا عايشين، نحن موجودين وما زلنا ورح نضل طول عمرنا رافعين راسنا. كثير شيء حلو، يعني ما في أحلى من شعور الأم يعني، والأم شغلة عظيمة، وخاصة إذا كانت يعني التربية بالنسبة لها هي رسالة، يعني دائما هي مسؤولية، التربية مسؤولية، يعني لازم نحن كتير نعتني بهذا الجانب ونحرص انه يكون الجيل القادم هيك مربى صح. بقول للأمهات إن شاء الله كلهن كل سنة وهن سالمين. ما فينا يعني إذا بدنا نقول لهم بدنا نكتب صفحات كتيرة. الأم ما في شيء، ما في شيء بيعادل حسة، حنانة، عطفة، رعاية، ما في شيء بيعادله أبدا. عديت أيام وشهور وسنين وعياد، عديت أيام وشهور وسنين وعياد، ومحروم شفتك يا أمي غصب في العياد. الأخت والخي والضنا ما شفتهم من عياد، ومجروح وقلبي ملوع عليك يا وطن، مجروح وقلبي ملوع عليك يا وطن. يا رب يا رب ترجع المحبة للأخوة بهالوطن، ويرجع كل مغترب بحب هذا الوطن، كل مغترب بيحب هذا الوطن، وترجع المحبة والفرح والزغريد بالعياد.